السلام عليكم، معكم بسمة سعد، ودي قناتي اللي أول مرة يشوفني يعمل سبسكرايب ويفعل جرس التنبيه عشان الفيديوهات توصلكوا أول بأول، وما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم. بصوا، دي بسبوسة الجالاكسي، دي حاجة كده جديدة وحلوة، تحفة جدا، وإن شاء الله تعجب الأولاد وتعجبكم. بصوا جميلة جدا، بس الشوكولاته مبشورة على الوش تحفه بجد، وطعمها حلو جدا. انا حطيتها في ورق الكب كيك عشان تدي منظر وتعجب الاولاد ويفرحوا كده بيها وبشكلها. دايما الاولاد بيحبوا الحاجات دي اللي في ورق الكب كيك، والحاجات اللي بتبقى شكلها حلو قبل طعمها. نشوف الوصفه، وزي ما قلت لكم ان شاء الله المقادير كلها هنزلها لكم في صندوق الوصف بالجرامات وبالاكواب. يلا بينا نشوف وصفتنا ونشوف المقادير اللي معانا. ان شاء الله الفيديو هيك، يلا بينا. هيا بولا، هحط 2 بيضة بحرارة الغرفة، مش محتاجة مضرب كهربا، احنا هنضربه بمضرب السلك العادي. تلات ارباع كوب سكر، 150 جرام، اللي حابب يشتغل بالجرامات. ولازم الخطوة دي مهمة، ان انا افضل اقلب كويس لحد ما السكر يدوب. معايا فانيليا سايلة معلقة صغيرة بيعادل 8 جرام، ربع كوباية زيت، 50 جرام، تلات ارباع قشطة، دي قشطة انا مخرجاها من اللبن، اللي عايز استعمل العلب تمام، العلبة اللي هي 170 جرام، هي دي 170 جرام، انا طبعا وزنها. اقلب كويس لحد ما تدوب معايا عشان هي كانت في الفريزر. خلاص كده هنزل بقى بجوز الهند، 5 معالق كبار، المقادير دي هحطها لكم بالجرامات وبالاكواب وبالمعالق، يعني هحط لكم كل حاجه في صندوق الوصف. الجوز الهندي بيديها نكهه حلوه جدا، وهحط معلقه كبيره كاكاو، 15 جرام، وهحط بيكنج باودر معلقة كبيرة بيعادل 10 جرام، لأن هي شبيهة للكيك شوية، فهحط بيكنج باودر. معلقة صغيرة قهوة، ودي اختياري، 8 جرام. الشوكولاتة مش هتخلي طعم القهوة باهي، بس دي حاجات بتعزز الطعم. هجيب بقى 1.5 كوباية من السميد بيعادل 255 جرام، ليه بقى انا ضفته اخر حاجة؟ لان السميد ما بيحبش التقليب الكتير.
خلاص كده معايا صينية بايركس مقاس 32 في 23. هجيب معلقة سمنة كده او زيت اللي عندك وادهن بيه الصينية كويس. وانزل كده بالخليط اللي معايا وهفردها كده في الصينية وكده خلاص خلصت معايا. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 1/3 ساعة واختبرها بخلة من الجنب. لو لقيت الخلة طالعة فاضية ما فيهاش اي عجين خالص يبقى كده استوت. لو لقيتها لسه فيها طالعة بأي حاجة من الخليط اللي معايا يبقى كده لسه مستوتش. تمام، نشوفها بعد ما تخرج. خلاص اهي طلعت، هحط لبن مكثف هي وسخنة كده. ده كنا عاملينه مع بعض، هنزل لكم اللينك بتاعه. لازم كده نحط الحليب المكثف دوت وهي سخنة. معايا بقى شوكولاتة جالاكسي اهي، الوصفة دي اصلا بيستخدموها بره بالجالاكسي عشان كده بقى اسمها بسبوسة الجالاكسي. هبشرها هوزع بقى كده الشوكولاتة، موزعهاش بإيدي عشان الحرارة بتاعت جسمنا هتسيحها. بص شكلها ايه رأيكم بقى في شكلها؟ شكلها تحفة بجد ما شاء الله، جميلة جدا. كده اكون خلصت الفيديو معاكم ونتقابل في وصفة جديدة ان شاء الله. واسيبكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.